زرعوا وبنيوا المعاهد والمدارس وأسسوا وطن حرية وحياة لشعب آمن باللي قال لا تخافوا أنا معكم، فبقي بهالأرض يدق جراس كنايسه ويركع للقربان كل من رفع كاس بقداس ووقف بوجه كل غاصب ومحتل حفاظاً على أرضه وحريته. لقديسين زرعوا هالأرض صلاة وبخور وعجايب وصاروا منارة إيمان ورجا وقداسة. لرجال خاف الموت منهم واجهوا بشجاعة نادرة وحميوا الأرض والإنسان رغم الموت والاستشهاد ورفضوا الذل وما خافوا سجن وقمع واغتيال وصمدوا. هيدي حكايتنا من زمان، شهادة واستشهاد وبناء وفكر وعلم. حكايتنا مقاومة دايمة وصمدنا وبقي لبنان. الغبطة والنيافة مار بشارة بطرس الكلية الطوبة، تحتفلون في هذا اليوم المبارك بالقداس الإلهي على نية شهداء الوطن ولا سيما الشهداء الذين يرقدون بسلام في أرض سيدة إليج المباركة. إن الشهادة في سبيل الوطن ثمينة جداً،
لأن الشهداء رووا تربة الوطن بدمائهم وضحوا بحياتهم ببسالة ليبقى الوطن حياً ولنبقى نحن أحياء ننعم بربوعه، ولكي يبقى لنا لبنان وطناً سيداً حراً مستقلاً يحتاج اليوم أيضاً إلى شهادة حقيقية من كل أبنائه، وهذه الشهادة لا تنحصر بشهادة الدم، بل يجب أن تعاش اليوم بالتضحية من أجل الوطن وبتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وبالمحافظة على القيم التي تبني المجتمعات والأوطان. فأهلاً وسهلاً بكم يا صاحب الغبطة في هذا المركز البطريركي العريق، وأهلاً وسهلاً بكم في ربوع الأبرشية التي أسستم والتي تباركونها اليوم بزيارتكم وباحتفالكم بالقداس الإلهي. هذه الأبرشية التي تحبون والتي تفانيتم في خدمتها طيلة 23 سنة، فأنا كخلف لكم في رعاية الأبرشية الحبيبة أعبر لكم باسمي وباسم كهنة الأبرشية ورهبانها وراهباتها وكل أبنائها وبناتها عن محبتي وفرحي لوجودكم بيننا في هذا اليوم المبارك، طالباً بركتكم الأبوية وصلاتكم، كما وأشكر رابطة سيدة إليج بكل أعضائها وحضرة رئيسها على تنظيم هذا اللقاء وهذا القداس وعلى اهتمامهم الدائم بهذا الموقع المقدس. وأشكر آباء الرهبانية اللبنانية المارونية شخص الأب الرئيس على خدمتهم القيمة وشهادتهم الرائعة. فأهلاً وسهلاً بكم مجدداً، وأرحب أيضاً بصاحب السيادة المطران منير وحضرة رئيس رابطة كاريتاس لبنان والآباء الأجلاء وكل الأحباء المشاركين معنا بالذبيحة الإلهية، وشكراً. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أهبنا يا ربنا يسوع المسيح في هذا الأحد المبارك أن نسبح قيامتك بقلب طاهر وضمير نقي، ونشكرك مع أبناء البيعة المقدسة، ونمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني. فعنا التسبيح والمجد والإكرام إلى السيد الصالح الرحيم الذي تنازل وتجسد برأفته وذاق الموت بإرادته عن المائتين ونزل إلى لجة الموت وأبهج التلاميذ بقيامته وأنار الشعوب بنور خلاصه. الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الأحد المبارك وفي كل أيام حياتنا إلى الأبد. من يستطيع أن يمدح بحر حلوك يا كلمة الله؟ أي صوت يقدر أن يباركك يا فائقا كل مديح؟ إن كل عقل وكل لسان لا أعجز من أن يصف الآيات
التي صنعت في يوم أحد قيامتك من بين الأموات. لذلك نهتف مع داود المرتل قائلين: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، تعالوا نسر ونفرح فيه. الآن نطلب إليك أيها المسيح إلهنا أن تمنحنا غفران خطايانا بعطر هذا البخور الذي نقدمه أمامك. أرح المتضايقين، فرج عن المكروبين، رد البعيدين، دبر القريبين، اهدي الرعاة، قدس الكهنة، نقي الشمامسة، سامح الخطأ، احفظ الأبرار، اكفي الأيتام، عين الأرامل، أبعد الثورات، لاشي الفتن، اذكر الموتى المؤمنين، أرحهم في الملكوت السماوي، فنعيد معهم العيد الذي لا ينتهي. بارخ مورش ريشوني، ونرفع المجد والتسبيح لك ولأبيك المبارك وروحك القدوس إلى الأبد. وأهلنا أن نبشر مع الملائكة بقيامتك، ونكرز بها مع النساء التلميذات، ونفرح مع الرسل الأطهار. برخمور أبون ريش ريشوني، ونرفع المجد والشكر إليك الآن وإلى الأبد. آمين. قادشات أروه قادشات حي Oh, yeah.
أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة. لك المجد إلى الأبد. رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. وبارك يا رئيس الرؤساء. يا إخوتي، إني أحسب أن آلام الوقت الحاضر لا توازي المجد الذي سوف يتجلى فينا، فإن الحقيقة تنتظر بفارغ الصبر تجلي أبناء الله، لأن الخليقة أخضعت للباطل، لا طوعاً بل بسلطان الله الذي أخضعها، ولكن على رجاء أن الخليقة نفسها ستحرر هي أيضاً من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. ونحن نعلم أن الخليقة كلها معاً تئن وتتمخض إلى الآن، ولكن لا هي فحسب، بل نحن أيضاً الذين لنا باكورة الروح، نحن أيضاً نئن في أنفسنا منتظرين النبوءة، أي فداء جسدنا، فإننا بالرجاء خلصنا، والرجاء الذي يرى ليس رجاءً، فهل يرجو أحد ما يراه؟ أما إذا كنا نرجو ما لا نراه فبالصبر ننتظره، وهكذا فالروح نفسه يعددنا في ضعفنا، لأننا لا نعرف أن نصلي كما ينبغي، لكن الروح نفسه يشفع لنا بأنات لا توصف، والذي يفحص القلوب يعرف رغبة الروح، وهي أنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئة الله، والتسبيح لله دائما. المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا.
كون في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال يوحنا الرسول: كان بين الصاعدين ليسجدوا في العيد بعض اليونانيين، فدنا هؤلاء من فيليبوس الذي من بيت صيدا الجليل، وسألوه قائلين: يا سيد، نريد أن نرى يسوع. فجاء فيليبوس وقال لأندراوس، وجاء أندراوس وفيليبوس وقالا ليسوع. فأجابهما يسوع قائلا: لقد حانت الساعة لكي يمجد ابن الإنسان. الحق الحق أقول لكم، إن حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت تبقى واحدة، وإن ماتت تأتي بثمر كثير. من يحب نفسه يفقدها، ومن يبغضها في هذا العالم يحفظها لحياة أبدية. من يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا فهناك يكون أيضا خادمي. من يخدمني يكرمه الآب. نفسي الآن مضطربة، فماذا أقول؟ يا أبتي نجني من هذه الساعة، ولكن من أجل هذا بلغت إلى هذه الساعة. يا أبتي مجد اسمك. فجاء صوت من السماء يقول: قد مجدت وسأمجد. وسمع الجمع الحاضر فقالوا: إنه رعد. وقال آخرون: إن ملاكا خاطبه. أجاب يسوع وقال: ما كان هذا الصوت من أجلي، بل من أجلكم. هي الآن دينونة هذا العالم. الآن يطرد سلطان هذا العالم خارجا، وأنا إذا رفعت عن الأرض جذبت إلي الجميع. برخمو رابون ريش ريشوني. حقا والأمان لجميعكم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حبة الحنطة إذا وقعت في الأرض وماتت أتت بثمر كثير. إخواني صاحبي السيادة والآباء والسعادة، رئيس وأعضاء رابطة سيدة إليج، فعاليات المدنية والعسكرية والحزبية، رؤساء البلديات والمخاتير، الأخويات والحركات الرسولية والكشفية، أيها الإخوة والأخوات الأحباء، الرب يسوع هو حبة الحنطة بامتياز التي وقعت في أرض الجلجلة حيث مات مصلوبا، وبقيامته بعد 3 أيام ولدت الكنيسة، شعب الله الجديد مثل السنبلة من حبة القمح. شهداء المقاومة اللبنانية الذين نحيي ذكراهم اليوم هم حبة قمح، باستشهادهم سلم الوطن والمواطنون، والذين المواطنون الذين يشهدون لقيامه ورسالته على الصعيدين الإقليم والدول، ويرفضون كل ما يشوه هوية لبنان وكيانه. فكان أن اختارت رابطة سيدة إليج لهذه السنة موضوع استشهدوا لنشهد، فإنا نحيي هذه الرابطة، رئيسها عزيزنا السيد فادي شماتي، ومجلسها الإداري وسائر أعضائها،
شاكرينهم على تكريم شهدائنا في هذا المكان المقدس في ظل سيدة إيليج والبطاركة القديسين، وفي مقدمتهم جبرائيل من حجولة الذي حرقه المماليك حيا في ساحة طرابلس. كما أحيي سادة أخي راعي الأبرشية مطرة ميشيل عون وأشكره على كلمته اللطيفة وعلى محبته الدائمة الصادرة من عمق قلبه. كما أحيي سادة أخينا المطرة منير خير المطرة البترون وأشكره على حضوره الدائم معنا. أمس الأول أحيينا مع سيارة أخينا المطران مارون العمار كما تعلمون راعي أبرشية صيدا، ومع شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى، ومعالي الوزير والنائب السابق الأستاذ وليد بيك جنبلاط، الذكرى 22 للمصالحة التاريخية في الجبل التي أبرمها المثلث الرحمة البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس السفير والأستاذ وليد بيك جنبلاط، فكانت ذكراها بالنسبة إلينا التزاما منا سوية بمواصلتها وإكمالها وتطويرها. شملت الزيارة وقفات 5 في شناي بدارة سماحة شيخ العقل وبلدة الباروك وبعقلين والمختارة، وأخيرا في بيت الدين في مطرانية السيدة المارونية حيث احتفلنا بقداس عيد مولد العذراء مريم سيدة الخلاص شفيعة الكرسي الأسقفي بمشاركة سيادة أخينا المطران إلي حداد مطران السيدة ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك ومطارنا وكهنة الأبرشية والنواب الشوف وعلي وغيرهم من الشخصيات، وعدد غفير من المؤمنين ومؤمنات أتوا من مختلف المناطق. نشكر كل الذين نظموا هذه الزيارة وسخوا في إنجاحها بكثير من التضحيات. ألمتنا كما العالم كله ضحايا الزلزال الذي أصاب منطقة من مملكة المغرب، تسبب بمئات من الضحايا وآلاف من الجرحى والمنازل المتهدمة. نصلي إلى رحمة الله في هذه الذبيحة المقدسة من أجل راحة نفوس الموتى، شفاء المرضى، افتقاد المشردين من دون مأوى، ونعرب باسم كنيستنا المارونية عن تعازينا الحارة لجلالة الملك محمد السادس وسفير المملكة في لبنان والشعب المغربي. استشهدوا لنشهد، ماتوا عنا لنحيا، افتدونا على مثال السيد يسوع الفادي الإلهي الذي افتدى خطايا البشر أجمعين بموته على الصليب، وبعث فينا الحياة الجديدة بقيامته. موت شهدائنا مسؤولية في أعناقنا، تقتضي منا المحافظة على الوطن لبنان، كما أن موت الفادي الإلهي مسؤولية تقتضي منا التوبة عن خطايانا والسير في حياة جديدة. وقد جعل المسيح الرب من الموت والقيامة نهجاً مسيحياً جديداً بقوله كما سمعنا في الإنجيل: من يحب ذاته يفقدها، ومن يجود بذاته يحفظها لحياة الأبد. وقال القديس أغسطينوس: من المؤلم حقاً أن تفقد ما تحب. من أحب نفسه وجعل الله خارج حياته تخلى عن الله، فلا يبقى الله في نفسه بل يغادرها.
هكذا بمحبتك أنت لنفسك تخرج الله من حياتك فتبتعد عن نفسك. عد إلى ذاتك بإعادة الله إليها بتوبتك عن الخطيئة والشر. الشهداء الأحياء الذين حاضرين معنا نحييهم، ونحيي من خلالهم كل الشهداء الأحياء الحاملين علامات الموت في سبيل الوطن. هم يذكروننا بمسؤوليتنا التي ذكرت. استشهدوا لنشهد لمسيحيتنا إيماناً وثقافة وحضارة نطبع بها ثقافتنا اللبنانية وثقافات بلدان العالم العربي حيث نعيش. فالمسيح الرب يريدنا خميرة في عجين، وملحاً في طعام، ونوراً في ظلام. إن نشهد على مستوى الثقافي أن المسيح الإله جعلنا إخوة وأخوات، وجعلنا به أبناء وبنات للإله الواحد. شريعة هذه الثقافة المحبة في الحقيقة، واحترام الآخر المختلف، ومد الجسور معه في كل ما يجمع. استشهدوا لنشهد للتعددية الثقافية والدينية في الوحدة عندنا التي يمتاز بها لبنان عن سواه من بلدان الشرق. هذه التعددية في الوحدة منظمة في الدستور، تجعل من لبنان واحة تلاق وحوار وحريات مدنية عامة، كما تقرها شرعة حقوق الإنسان التي وقعها لبنان منذ إعلانها سنة 1948، وأصبحت بنوداً واضحة في الدستور اللبناني. استشهدوا لنشهد للعيش معاً مسيحيين ومسلمين بروح التعاون والمشاركة المتساوية في الحكم والإدارة وفقاً للدستور والميثاق الوطني، بالاحترام والثقة المتبادلة، وبالولاء للبنان الوطن دون سواه، أكان هذا سواه دول أو أشخاص أو إيديولوجيات. هذا العيش معاً المرتكز على الميثاق الوطني والمنظم في الدستور يعطي شرعية لأي سلطة في الدولة، كما تنص مقدمة الدستور. استشهدوا لنشهد لحياد لبنان وتحييده والنأي بنفسه لكي يتمكن من القيام برسالته الخاصة به، أعني ممارسة دوره كمقر دولي للحوار بين الأديان والثقافات والإثنيات، اهتمامه بالشؤون العربية وفي طليعتها القضية الفلسطينية وبقضايا العدالة وحقوق الإنسان والسلام. في هذا السياق نود الإعراب عن أسفنا الكبير للمعارك الدائرة في مخيم عين الحلوة التي تخلف قتلى وجرحى ومشردين، وتنشر الخطر والذعر في صفوف الآمنين في المنطقة. هذا فضلاً عن أن هذه الأحداث المرة تصيب في الصميم القضية الفلسطينية، وعليه لا يمكن أن يكون لبنان حيادياً حيال ثلاثة: حيال إسرائيل، وحيال الإجماع العربي إذا حصل، وحيال الحق والباطل. الحياد يقتضي تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية،
وعن الدخول في حروب على مستوى هذين الصعيدين، كما يقتضي أن يضبط لبنان سيادته الخارجية، سيادته الداخلية أولاً، بجيش واحد وسلطة واحدة وسياسة خارجية واحدة، وأن يضبط سيادته الخارجية على حدوده بضبطها وفي الدفاع عن نفسه بقواه الذاتية المنظمة. استشهدوا لنشهد لوجوب انتظام المؤسسات الدستورية وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية، كما لوجوب تطبيق اتفاق الطائف نصا وروحا، فيوضع حد للفوضى في السلطة الدستورية وفي التعيينات الإدارية والأمنية، وللتفسير العشوائي للدستور المعدل باتفاق الطائف، وللخلط بين مخالفة الدستور والميثاقية، فلا يختبئ مخالفو الدستور وراء الميثاقية. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، إننا نصلي من أجل راحة نفوس شهداء المقاومة اللبنانية الذين استشهدوا لنحيا ونشهد. نصلي من أجل عزاء أهلهم وعائلاتهم، ملتمسين من الله أن يمنحنا النعمة لكي نقتدي بربنا يسوع المسيح حبة الحنطة، فنجعل من حياتنا مسيرة تضحية من أجل ثمار روحية واجتماعية ووطنية، فيتمجد بذلك الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. آمين. نؤمن بإله واحد. Thank you.
يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك وبناتك هؤلاء من قرابين، حبا لك ولاسمك القدوس أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا. نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطباوية والدة الله مريم ومر يوسف البتول ومر مارون مر يوحنا مارون. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة، شهداء المقاومة اللبنانية وعائلاتهم، والجرحى حاملي آثار الحرب من أجل الوطن. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب القدوس، امنح بيعتك الأمانة والسلام والمحبة الدائمة، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكما أيها الحبران الجليلان وكهنة المسيح وخدام وخادمات الروح القدوس. نستحق الآخرة الصالحة المعدة لأهل السلام برفمور موري شيشوني، ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. لك يا رب نقدم هذه الأسرار المقدسة لكي تحررنا بها من ألام الخطيئة وتؤهلنا لأعمال البر
بنخمر أبونا ليشلشوني. فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. بالقلب والعقل واللسان نشكرك اللهم الآب والابن والروح القدس، يا من أنت هو الإله الواحد الحق، وفيما يختلط شعبك المؤمن كله اختلاطا روحانيا بالجموع التي لا ترى والصفوف التي لا تحصى، يمجدونك جميعهم تمجيدا ثلاثيا هاتفين. اللهم الآب قدوس ابنك الوحيد قدوس روحك الكلي القداسة، يا من خلصت العالم بتجسد ابنك وحررته من الخطيئة والضلال، وبيوم هود أقدم حشودي لما بيت حياه انسى باللحم بدا وقد شطو بارخ وقادش واقسو يا بالتلميدا وكدمار ساب أخو فيكون وحلف ساجية ما تقسى وما تهاب حسو يتحوبي والحالي ده العلم علمين. آمين. هو خانوا عالقصود أمزغوا من حمرو من بايو بارخو قادش ويا بالتلميذ كدوما سابش دومني كل خون دموع
وحدته تحلف فيكون وحلف ساقية متشد ومتيه حصول يتحول والحالي للعالم علمي وزاد على ذلك هذا الإيضاح قائلا كلما اشتركتم في هذه الأسرار اذكروا موتي ودفني وقيامتي حتى مجيئي نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلها لن ننسى يا رب الآيات العجيبة في تدبيرك الخلاص والآيات الرهيبة في مجيئك الذي فيه ستجازي كل إنسان بحسب أعماله ولذلك تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلين خاشعين يا رب ترأف بنا وبكل ميراثك وارضى هذا القربان بحلول روحك القدوس المنبثق منك اللهم الآب بأزليته والآخذ من ابنك بجوهره استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا ولتجعلنا هذه الأسرار نحن المشتركين فيها أن نتنعم معك يا رب ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد آمين كن يا رب لبيعتك ولرعاتها حسنا منيعا ضد التعليم الضالة واعضد آباءنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي وسائر الأساقف المستقيمين الرأي لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك نسألك يا رب يا رب ارحم يا رب نرفع صلواتنا إليك لتهبنا نعمة الإيمان
والاتكال عليك في مواجهة الشرير، وتمنحنا كما منحت أجدادنا القدرة على الصمود في هذه البقعة من العالم لنحقق مشيئتك ونشهد لحضورك ونلتزم وصاياك ونكون خير شهود لإرادتك الإلهية. فلا نهجر لبنان وطننا، ولا نحقد، ولا نتقوقع، ولا نتخاذل أمام الظلم والظالمين، ونقف كما أوصيتنا إلى جانب الحق والمظلوم والخائف والتائه والجائع بشفاعة سيدة إليج سلطانة الشهداء. من الرب نطلب. يا رب، منصلي من أجل رعاة كنيستنا وخدام مذبحك المقدس، ثبتهم بالحكمة والنعمة وسط ظلام هالعالم ليقودوا شعبك بالنور والحق. أعطيهم الشجاعة ليشهدوا لأسمك ليكونوا القدوة والمثل بالمحبة والخدمة والتضحية والإيمان بشفاعة سيدة إليج سلطانة الشهداء. من الرب نطلب. يا رب ارحم نفوس شهدائنا اللي رووا تراب لبنان بدمهم وحافظوا باستشهادهم على الوطن والقيم والكرامة والحرية. احفظ يا رب لبنان من الويلات والفتن، واحمه من كل الطامعين، وساعدنا حتى نحافظ على إرث أجدادنا تيبقى وطن منارة حضارة وواحد محبة وسلام بشفاعة سيدة إليج سلطانة الشهداء. من الرب نطلب. يا رب ارحم. كن يا رب غافرا للموتى المؤمنين الذين خلصوا بموت ابنك الوحيد، فإذا خلصنا من الموت ونجونا من الجحيم ونهضنا من مطامير التراب، عظمت علينا وعلى أمواتنا نعمة ابنك الوحيد الذي نرجو بواسطته نوال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. أرحم اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. أهلنا يا رب وأمواتنا ولا سيما شهداءنا بنعمتك إلى التنعم بملكوتك السعيد مع التجديد بالقيامة العامة لكي يمجد بهذا وبكل شيء اسمك المبارك الكلي الوقار مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. أبد قوش دمر دبحو دمر عيلو لونو قابل دحلو فايمي وتحاسي قرب عنا يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لي يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا لتكون يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك لك المجد إلى الأبد. افتح يا رب أفواهنا وشفاهنا، قدس أجسادنا ونفوسنا، طهر عقولنا وضمائرنا، فنهتف إليك يا أبا المراحم ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك،
ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا الكفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والملك إلى أبد الآبدين. آمين. اجعل يا رب ما يؤذينا ويخسرنا يتحول إلى ما يفيدنا وينفعنا. برخ مورابون ريش ريشونيم. فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. السلام لجميعكم. ومع روحك. نحن رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحي الغافر وأمام جسدي مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله واقبلوه من الرب. فلتأتي يا رب نعمك وبركاتك وهباتك الإلهية كلها، وتحل غزيرة على بيعتك ورعاياك وأديرتك، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد. ومع روحك. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. جسد ودم سيدنا يسوع المسيح لمغفرة خطايانا وللحياة الأبدية.
لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا يا محب البشر ارحمنا. ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محب البشر ارحمنا. Thank you.
أيها الآب القدوس، إن أفواهنا المعتادة القوت الأرضي تشكر نعمتك التي أهلتنا لهذا القوت السماوي، جسد ابنك الوحيد ودمه. برخ مورفون ريشريشوني، هو الذي به ومعه يليق بك المجد والقدرة والوقار مع روحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. أيها المسيح الخبز السماوي، من تنازلت فصرت لنا مأكلا غير فان، لا تجعلنا مأكلا للنار عند مجيئك الثاني، فنرفع إليك المجد والشكر ولأبيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد له المجد إلى الأبد. استشهدوا لنشهد. الدائس مقبول. صاحب الغبطة والنيافة، صاحب الغبطة والنيافة، أصحاب السيادة، الآباء الأجلاء، الحضور الكريم، كلمة رابطة سيدة إليج يلقيها رئيس الرابطة فادي الشماتي. صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلية طوبة، الأسادة الأساقفة والكهنة الأجلاء، الأهل والرفاق والأصدقاء، قال الرب يسوع: وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى يخلص. ونحن هنا كما أسلافنا صابرون وصامدون حتى قيامة لبنان وسيقوم. قاومنا لأجل بقاء الأرض والكيان، وجهنا الموت في ميادين الحرب ولم نرحل. حملنا نعوش رفاقنا الأحبة إلى عروشهم، وعانينا ظلمات السجون وفنون التعذيب ولم نرحل. تاقت بطوننا إلى الرغيف
وسقطنا في العوز، ورغم ذلك لم نرحل وكررنا البقاء والصمود وصمدنا. صاحب الغبطة، لم نكن في كل هذا مجانين، هواة حرب وأسرى عقد اضطهاد وأحقاد. كنا وما زلنا مؤمنين حتى الصميم إن هذا الوطن الذي طاقت عيون أجدادنا أن تراه هو أمانة تستحق التضحيات لصونها وحمايتها. لذلك لم تمد فينا شجاعة الدفاع عنه ولن تموت. هذا الوطن ليس بحقيبة سفر يخف حملها للرحيل، بل هو خزان الذاكرة والهوية، الانتماء والأرض، القديسين والشهداء، التراث والقيم والعائلة. لذلك لا يمكن أن تساعه حقيبة سفر. نحن هنا صامدون على هذه الأرض التي ارتوت من دماء أجدادنا والشهداء، لأن لنا رسالة ودور أبعد بكثير من أي موقع وسلطة. فما نفع المواقع والسلطات إن لم تخدم الرسالة وتؤدي الدور كما يجب أن يكون. رسالتنا دعوة مستمرة لنشر ثقافة الحرية والسلام، العدالة والمحبة في هذا الشرق الذي عانى ويعاني من الأحادية والديكتاتورية والظلم والحروب. دورنا الحفاظ على حرية الإنسان وكرامته وحقه بالعيش الكريم، كائنا من يكون. هذه تعاليمنا، وهكذا أوصانا يسوع المسيح. والسؤال الذي يحتاج الإجابة عليه: هل نحن نترجم جوهر رسالتنا في حياتنا الوطنية والاجتماعية والثقافية وغيرها؟ بالإجابة على ذلك تتضح معالم المستقبل. ويا أيها الشابات والشبان، فلذات أكبادنا ونبض المستقبل، لا قيمة للعيش دون قضية ومعنى، ولا عيش دون تضحيات ومعاناة أينما كنتم. لبنان وطنكم، تاريخكم وهويتكم، دفء عائلاتكم ومنبع قيمكم، ومن واجبكم وحق الشهداء عليكم إدراك حجم التضحيات التي بذلت لكي يبقى لكم لبنان. بجهلكم لذلك ولا مبالاتكم يموت الشهداء مرتين. أزمات الوطن والصعوبات التي يمر بها حلها ليس بخيار الرحيل، ولا الوقوف في صفوف اللامبالين والندابين، ولا بالرهان على من صنعوا حاضركم البائس. ليكن رهانكم فقط على أنفسكم، فأنتم قادة المستقبل. لذلك بادروا وأقدموا ولا تتخاذلوا، تثقفوا لكي لا يجتاحكم الجهل، لا تساوموا على حريتكم وقيمكم، ثقوا بقدراتكم، بطموحاتكم وبأنفسكم، والأهم بالله الذي قال: لا تخافوا أنا معكم، وكونوا في الصمود. صاحب الغبطة، إن الأزمات التي تعصف بالوطن كثيرة، ولكن هناك خطران كبيران يهددان أسس الكيان. الأول: سلاح غير شرعي وغير وطني يوالي الخارج ويأتمر به، يستبيح حدود الوطن، ينتهك حرية اللبنانيين، ويهيمن على مفاصل السلطة ويعطلها، يهدد، يخون ويقتل كما في الكحال وعين إبل مؤخرا، يستبيح الممتلكات، ينتهك القوانين، يفاوض عن الدولة ويتنازل عن الحقوق بدون مواربة. إنه احتلال كامل المواصفات.
والثاني أزمة النازحين السوريين لبل الكارثة التي باتت تشكل خطراً وجودياً على لبنان. صاحب الغبطة، أخلاقنا وقيمنا أوجبت علينا التعامل مع هذه الأزمة كما غيرها في العام 1948 بإنسانية وتعاطف، فصار الضيف محتلاً وسقط آلاف الشهداء ليبقى لبنان. واليوم لن يرضى أي لبناني أن يعيد التاريخ نفسه ويكون الثمن المدفوع وطنه وحياته. كرم دول وهيئات ما همها إلا مصالحها، إنها مسؤولية اللبنانيين جميعاً، دولة وأحزاباً وأفراداً وبلديات. بالنسبة لنا تبقى مصلحة لبنان فوق أي اعتبار، ولا يزيدن أحد علينا، وطنيون نحن لا عنصريون. صاحب الغبطة، من موقعك الضميري المؤتمن على بقاء لبنان، طلبت اللبنانيين الأحرار في العام 2020 بأن لا يسكتوا عن السلاح الغير الشرعي، ولا عن دمج النازحين السوريين، ولا عن الانقلاب على الدولة والنظام، ولا عن نسيان الشهداء، ففي ذلك خيانة. ونحن هنا صامدون، مقاومون، لن نسكت، لن نستكين، ولن ننسى. ويا أيها المسؤولون المنادون بالسيادة في أي موقع قيادي وتشريعي وحزبي، تحرروا من شبق السلطة، السعي إلى السلطة وصراع الأحجام فيما بينكم والتناحر أحياناً بدلاً من التنافس البناء. عودوا إلى روح المقاومة والنضال لتكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقكم، وتتحدون في جبهة وطنية عابرة للطوائف ذات رؤية وخارطة طريق تستنهض الطاقات وتدعم صمود المجتمع. لا تستبعد أحداً، تستنفر قدرات المغتربين في عواصم القرار لتحقيق مصلحة لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية بحسب ما ينص عليه الدستور، وإقرار الإصلاحات المطلوبة، وتحرير الدولة من السلاح والفساد، وتحقيق حياد لبنان. مشرذمون لن تحققوا شيئاً حتى مصالحكم، ومتحدون ستقلبون المعادلات لصالح الوطن. أيها السادة، تحتاج الناس إلى الثقة ليكون لها الأمل. ما يكونش في كورونا. السابع والسبعون، صاحب الغبطة، السابع والسبعون من سلسلة بطارقة صمدت ولن تنكسر. كذلك نحن صامدون هنا معكم ولن ننكسر. هذه بلادنا، نحمل جراحنا وآلامنا ونمضي في طريق الحرية، نصلب ونموت مع المسيح وننتصر معه في يوم القيامة. مقاومون صامدون لأننا أوفياء للشهداء ولن ندعهم يموتون مرتين. مقاومون صامدون كما الأمس واليوم وغدا. أيها اللبنانيون، كونوا في الصمود ليبقى لبنان الرحمة للشهداء. حمى الله الكنيسة ولبنان. كنت أميناً على القليل فصرت أميناً على الكثير. اختارك الرب والكنيسة لتكون رسول محبة وقيم، رسولاً للخدمة والعطاء. في ليالي الظلم والفقر والعوز والجوع، وبتواضع ومحبة ورجاء، أطعمتم جائعاً ورويتم عطشاناً وزرتم سجيناً
وحضنتم موجوعا وطمأنتم خائفا، فكنتم الخادم الأمين لصون كرامة الإنسان أيا كان. أو هل من مجد يعلو مجد الخدمة؟ وهل هناك أعظم من المحبة التي تتأنى وترفق ولا تحسد ولا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تطلب ما لنفسها؟ بمجد الخدمة وعظمة المحبة عملتم وتعملون في كل لحظات ومحطات حياتكم. من أرض الشهداء والبطاركة تتشرف رابطة سيدة إليج، وبرعاية ومباركة صاحب الغبطة مار بشارة بطرس الراعي، تتشرف بمنح رئيس كاريتاس لبنان الأب الفاضل ميشيل عبود ميدالية سيدة إليج. ميدالية سيدة إليج إلى الأب ميشيل عبود رئيس كاريتاس لبنان، خدمة وعطاء للصمود، رابطة سيدة إليج 2023. والميدالية يلا يلا أبونا ميشيل تفضل. شكرا صاحب الغبطة مار بشارة بطرس الراعي، محب كاريتاس، داعم كاريتاس. شكرا رابطة سيدة إليج، شكرا فادي جلوفيس وكل الأشخاص يلي موجودين. أنه ناضل في هذا المجتمع، نعم. شهدائنا ماتوا ربحوا السماء، خسروهن عيالهم وربحنا لبنان. حتى كانوا عم يدافعوا عن الناس طيضل لبنان، وهلأ في عنا اضطهاد من نوع آخر يلي هو باللقمة بالأدوية وبالأخلاق والعائلة. المجتمع عم بيحاول بطريقة أو بأخرى يموت شعبنا، وإنما كاريتاس وكتار من الجمعيات، وكاريتاس بتعني المحبة، تتطلع بملهمة بقائدة يسوع المسيح، مات على الصليب من أجلنا، أعطانا الحياة. فمع الأشخاص الكتار يلي عم بيساعدونا حتى الناس ما يموتوا لا من الجوع ولا من المرض ولا من عدم دخول المستشفيات، نحن صامدين ومكفيين بقوة ربنا وبأيادي المعطاء يلي رح ساعدنا. شكرا سيدنا، شكرا أصحاب السيادة وكل الأشخاص الداعمين. نحن 50 سنة ومكملين. شكرا. والآن يتحقق.
فريد مين فيه؟ وجيه؟ خليك خليك بظهري انت. قلت لي انا لازم No.
قديس اجمعهم امين. يا ابن الله بين الابرار ملء الانوار ارحم واقبل ابناءك طول الانهار. يا من تحيي ميتا ورا التراب والبلد ان هذه الصلاه عمن أعطهم يا رب ونورك الأزيف يضئ لهم فلتسترح نفسهم بالسلام برحمة الله والسلام أمين. السلام لجميعكم ومع روحك. فلنصلي الأبانا والسلام لكي يعامل الرب نفس شهدائنا الأبطال بالرحمة والرأفة. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. الله يرحم شهدائنا ويطيب نفسهم السماء ويأجركم يرحم موتهم.